كثير من المرضى بيجوا بيسألوني عن موضوع الديسك بالمنظار. لو حطيت حالي مكان المريض، هي عملية مخيفة، أنا جاي وديسك وعصاب وحبل شوكي. وحب أطمنك إنه الموضوع تغير كثير عن السابق. زمان كان في عندنا جرح كبير نفتحه، بصير في عندي آلام من الجرح، بصير في عندي تهتك بالعضلات، بصير عندي ريكفري أبعد أطول، يعني التحسن والتماثل للشفاء بده فترة أطول من فتحة الظهر. هذا الموضوع صار مختلف تماما. احنا في عندنا موضوع اللي هو الديسك بالمنظار، انا في عندي هذا المنظار بستخدم فيه فتحة او فتحتين لا تتجاوزان 1 سنتيمتر، يعني عبارة عن شفاء اسرع بالنسبة لموضوع الجلد. 2، الشغل الثاني ما عندي تهتك بالعضلات لاني داخل بواحد سنتي، كل اشي مكبر عندي 30 ضعف، يعني انا بشوف حتى بدي احكي لك النملة شايفها جوا، العصب اللي انا شايفه، الدم اللي ماشي شايفه، الالتهابات معدومة أو شبه معدومة. ليش؟ لأنه أنا في عندي سائل قاعد بضخ جوا وبغسل كل شوي كل إشي، ما فيها أي خطورة. أنت بتشوف الديسك كامل، بتشيله بشكل كامل لأنك ما بتطلع عليه بعين مجردة، أنت بتستخدم منظار مكبر لك كل إشي. بصحى المريض في نفس اليوم، ممكن يروح أو تاني يوم الصبح بيقدر يرجع لشغله في فترة أقصر. بيجون المرضى بعد شهر نحكي من العملية مبسوط فرحان مكيف، بيقول لي أنا يا ريتني خلصت من هاي الأوجاع من بدري. فالموضوع